السلام عليكم خوتي، تحياتي كل ابناء وطني الغالي من الشمال الى الجنوب ومن الشرق الى الغرب، بلا ما ننساو خوتنا اللي في الغربه. موضوع اليوم راح نتكلموا على اللاعب الجزائري الموهوب الفنان الكروند ريبلير، انا بالنسبه ليا ملك لبتيبون سعيد بن رحمه. سعيد بن رحمه اللي راه كثر الكلام عليه خاصه في الصحافه الانجليزيه وفي مختلف الجرائد الكبيره الانجليزيه ذات المصداقيه. نعاودوا، مختلف الجرائد الإنجليزية ذات المصداقية وليست بعض المواقع، لأن احنا كيما نتكلموا على مواقع قلنا ما عندهاش مصداقية. الآن جبنا لكم لاسورس، المصدر من الصحافة الإنجليزية الشهيرة المعروفة. كي تتكلم تقول ذا دايلي ميل ولا تقول ذا سان ولا تقول مترو نيوز، يعني هذه ما عندها مصداقية. ماناش نقول مواقع ولا هذه عندها مصداقية، جرائد هذه الصحف هذه ذا سان من اكبر الصحف الانجليزيه، ذا دايلي ميل، ذا دايلي، ذا ميرور، هذا ما عنده مصداق، ذا مترو. اذا راح نتكلموا على سعيد بن رحمه. سعيد بن رحمه اللي تكلمت لي الصحافه الانجليزيه انه حسب العنوان انه تشيلسي ترانسفير شوك، يعني انتقال صادم، وتكلموا على بن رحمه ووصفوه بميسي الجزائر. بالرحمة اللي قدر ب 31 مليون جنيه استرليني يريدون الإمضاء معه في هذا الصيف. This summer. أيضا يتكلموا على فرانك لامبارد، يعني حب اللي ويليان وبيدرو اللي احتمال يغادروا للنادي الإنجليزي بسبب مش عارف، أنا ممكن احتمال يحضروا على الكبر نتاع اللاعبين، ممكن مثل بيدرو ما عادش يقدر يمد اضافات يعني لنادي تشيلسي، ولا ويليان، رغم ان ويليان من اللاعبين اللي معروفين بالسرعه الفائقه كسرعه. انا يعجبني ويليان، تبقى اختيارات النادي، ممكن خيارات النادي، خيارات المدرب لومبار. تكلموا ايضا على انه ذكروها ميسي جزائر في لا غازيت دو فيناك اللي تكلمت عليه بالامس. سعيد بن رحمه اللي قلت لهم باردي يبغي يحب يشريه في تشيلسي، اللي يقدر حد قدروا له بمبلغ نتاعو 31 مليون جنيه استرليني. اذا هذه قلت ديلي ميل، ديلي ميل قلت نعاود عندها مصداقيه ومن الصحف الانجليزيه الكبيره، من الصحف الانجليزيه الكبيره. تكلموا ايضا على النادي تاعو برنتفورد اللي 37 مقابله لعبها معاه، عنده على 10 اهداف نتكلموا، ولا الهاتريك وكونتر هال سيتي اللي سجلوا. وهذا اللاعب ايضا باش نذكرك بخاوتي، راهو كان تحت انظار استون فيلا وقدم فيه مبلغ، لكن اداره النادي ما قبلتش. هذه عندها مده إدارة النادي أسبون فيلا يلعب في البريمير ليج، ما قبلتش إدارة برنتفورد، ما حبش تسرح سعيد بن رحمه. نروحوا إلى صحيفة ذات مصداقية كبيرة أيضا، صحيفة ذا سان. ذا سان ماهيش كيما عندنا حنا الهداف واللي يقول لك راهو رايح يلعب في فرنسا وبعد يلعب في الخليج، معروفين لاعبين البطولة الجزائرية، مع احترامي كل لاعبين البطولة الجزائرية، راح يلعب في الترجي التونسي يقول لك راح يلعب في فرنسا، وبالفعل يسني في الترجي، راح يلعب في نادي دوزيام ديفيزيون في قطر ولا في الامارات يقول لك راح يلعب في فرنسا. هذه عندها مصداقيه. اذا ايضا نفس العنوان تقريبا متشابه مع تشيلسي ميك شوك ترانسفير، انتقال صادم، موف فور برنتفورد، على اللاعب نتاعنا برنتفورد ولدنا سعيد بن رحمه. سعيد بن رحمه او ملقب بميسي الجزائر، انا قلت انا بالنسبه ليا سعيد بن رحمه ازار، انا نشوفه كازار، فنيات نتاعو، طريقه اللعب نتاعو، ستيل دو جو نتاعو ازار. احنا نعرفوا تشيلسي بعد ما راح ازار تخلخلت نوعا ما، وما ماهيش تشيلسي اللي نعرفوها، لان ازار لاعب كبير، انا بالنسبه ليا ازار فنان. طريقه لعب سعيد بن رحمه تشابه طريقه لعب اللي ما قلناش نفسها ازار وفنان، وسعيد بن رحمه عنده البتي بون، ملك البتي بون. اذا نتكلموا على ميسي الجزائر، رابور ان فرانس لا غازيت دو فيناك، يعني هي اللي طرقت عليه بالامس،
يتكلموا على فرانك لامبارد يراقب فيه وحبي الاحتمال بعد مغادرة ممكن ويليام وبيدرو في هذا الصيف راح ممكن يتعاقدوا مع سعيد بن رحمة. ايضا راح نروحوا للميترو، هذه الصحيفة كاين ناس قالوا لي ميترو ما عندهاش مصداقية، انا اخي انا جبتها صحيفة ميترو، هذه شهيرة في انجلترا معروفة، وخوتنا اللي في الانجليز عايشين في الانجليز يعرفوها. هذه صحيفة ميترو قلت عليها سابقا، خاصة الأخبار اللي تتعلق بنادي أرسنال والنوادي اللندنية اللي من لندن عندها مصداقية، عندها مصداقية. ميترو أخبار اللي تتعلق بالنوادي اللندنية منها أرسنال ومنها تشيلسي وهم خوتنا زدنا يورو يبينوا لنا، معليش زد يكتبوا لنا في الكومنتير أنا غلطين، قولوا لنا راكم غلطين. ميترو أنا الشيء اللي نعرفه ميترو من تهتم بأخبار النوادي اللندنية عندها مصداقية، هي تدير لك الأخبار كامل من النوادي اللندنية عندها مصداقية. أنا شفتها في النني اللي كان ولا واحد يصدق باللي النني راح يسني في أرسنال، وبالفعل سني في أرسنال. شكون اللي جاب الخبر؟ جابوا ميترو، وكان هي عندها الحصرية، يعني الحصري كان عند ميترو اللي قالت لنا راح يسني في أرسنال، بالفعل ثانية نني في أرسنال. إذن أيضا العنوان تقول باللي تشيلسي فتحت محادثات لإمضاء سعيد بن رحمة في لاعب برانتفورد، إمضاء في تشيلسي. هنا تتكلم تشيلسي أن الصحيفة أن تشيلسي يعني حابة تمضي مع اللاعب نادي برانتفورد، وطرقت هنا صاحب 24 سنة لاعب نشاف يلعب في بطولة الشامبيونشيب مع برنتفورد. هذا الموسم عنده 10 أهداف و 8 أسيست، يعني مقبولة، ومازال ما كملوش البطولة وراح عندهم البلاي أوف، احتمال كبير فريق تاعو يلعب البلاي أوف. أرسنال أند ليستر سيتي أيضا عندهم كانوا عندهم اتصالات مع اللاعب هذا، أرسنال وليستر سيتي كان عندهم اتصالات مع اللاعب هذا، وحقيقي حقيقة اتصالات رسمية مش خروط ومكاش منها ومواقع ومش مواقع، حقيقة ليستر وأرسنال كانت عندهم فري كونتاكت مع اللاعب وما تفهموش. أيضا كما قلت بلاي اوف، يلعبوا البلاي اوف ذي ستار سامع، يعني في الموسم هذا لولا توا يعني وقعت الكورونا كانوا راح يلعبوا البلاي اوف النادي نتاعو، يعني احتمال يلعب اللي يطلع البريمير ليج. اكوردينغ تو الجيريا لا غازيت دو فينا كما قلنا تكلمت عليه بالامس، تشيلسي هاف يعني تختار اختارت اللاعب هذا سعيد بن رحمة، وكانت محادثات اللاعب الدولي الجزائري مع اداره نادي كانت محادثات اللاعب كانت سابقا مع نادي اداره نادي استون فيلا، اللي كما قلت انا سابقا هاي ذكرتها انه استون فيلا اقترحت عليهم على اداره نادي برانتفورد 14 مليون جنيه استرليني، واداره النادي تاع برانتفورد رفضت المبلغ، شافت انه مبلغ قليل على اللاعب. إذن اللاعب سعيد بن رحمة كانت عنده باش نذكروا خوتنا كانت عنده اتصالات رسمية من أستون فيلا وحدوا له المبلغ، وهاي تكلمت حتى عليها ميترو 14 مليون جنيه استرليني وتم الرفض. وأيضا عنده اتصالات رسمية من ليستر سيتي وأرسنال ومازال ما تفهموش لحد الساعة، الوحيد اللي باغي اللاعب هذا وعيعطي فيه أسوم مليح تقدر ما بين 31 مليون جنيه استرليني إلى غاية 35 مليون جنيه استرليني هي تشيلسي. اذا اللاعب يقول بلي عندي عقد مع برنتفورد، يعني مازال يربطوا عقد مع نادي برنتفورد وننتظروا. اذا اللاعب سعيد بن رحمة مازال يربطوا عقد مع برنتفورد ومازال راح يلعب البلاي اوف بعد ما استئناف الدوري الانجليزي سواء البريمير ليج ولا الشامبيونشيب بعد جائحه كورونا. ننتظروا ونشوفوا هل اللاعب راح يكون ضمن مخططات فرانك لامبارد أم لا. كل الأخبار تقول باللي اللاعب راح يكون داخل ضمن مخططات نادي تشيلسي بسبب ويليان وبيدرو اللي راحين يغادروا، احتمال كبير راحين يغادروا نادي تشيلسي في الموسم هذا. مغادرة بيدرو ومغادرة
ويليان بنسبة كبيرة جدا راح يكون جديد سعيد بالرحمة مع سانشو لاعب دورتموند. نسمع مليح الاسم هذا سانشو اللي معروف يعني اللي دار ضجة في ألبانيا، لاعب دورتموند اللي تشيلسي حابة تشريه، مان سيتي، ليفربول، مان يونايتد، هذا كل النوادي حابين يشرو سانشو. سانشو لاعب دورتموند، لاعب مهاري، لاعب فنان، لاعب سريع. اذا ذهاب الاثنين اللي قلت عليهم بيدرو وويليام اللي تكلموا عليهم حتى الصحافه الانجليزيه، ويليام وبيدرو ذهابهم من تشيلسي معناه ببدء المفاوضات الرسميه النهائيه مع سعيد بالرحمه. كل توفيق لسعيد بالرحمه. وفي الاخير خوتي ملاقاتنا مع مهزمنا فيديوهات، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.